والآن نتحول في نشرة السادسة للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. نعم، تنضم إلينا في هذه الفقرة الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم رجائي وريهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصل إلى 40 عاماً بدلاً من 35 عاماً، مع تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب لخوض المسابقة. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات. ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتسليمها إلى الوزارات المعنية. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة. وامتدت المكاسب لمؤشر EGX100 الذي ارتفع بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن يعرقل ارتفاع عدد حالات كورونا في الصين تعافي الاقتصاد، بما يحد من نمو الطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.9% لتصل إلى 83.57 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 73% مسجلة 78.95 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.42% لتصل إلى 3.26 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.2% لتسجل 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة أوبك بلس قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، وأكد الكرملين أنه من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية. وكان الرئيس الروسي قد صدق الثلاثاء على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط الروسية. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام ورجائي لمتابعة النشرة. إليكم من جديد. شكرا ليلى.